مجددا لجميع المشاهدين، ضيفتنا بهالساعة مصممة الأزياء اللبنانية زينة كاش. زينة أطلقت مجموعة فساتين السهرة العام 2016-2017، رح نتحدث معها عن هالمجموعة وعن آخر صيحات الموضة لها العام. زينة أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة. يعني زينة، إذا دايما هيك بنلقي نظرة على مجموعاتك بنشوف إنه الكلاسيكية نوعا ما هي الطاغية. مزبوط. هل هالشي مقصود؟ أنت ميالة أكثر للكلاسيكية؟ ليكي على طول بستعمل الكلاسيكية بالفساتين، بس بجرب يكون في تويست هيك شيء يبين عن شيء أوريجينال بالفستان، يعني يكون الكومبينيشن اثنين سوا، يعني فيها تويست تكون بالقماش، باللون، بالكاتس، وإجمالا أكثر شيء القصص الأوريجينال عندي بالديزاين تبع الظهر تبع الفستان، لأنه بحب أنا إنه من ورا يكون التظليت والديزاين، ومن قدام يكون شوي ديسكريت وكلاسيكال اللوك. يبين اكثر يمكن الكوب. رحنا رح نشوفك بالاتوليه. البعض كمان بيعتبر زينة انه انت مياله اكثر هيك للذوق الاوروبي، اذا فينا نقول. ايه مزبوط، اكثر بتحب الاشياء الناعمه اكثر. ايه، وقليل الشك عندي. هلا مين اللي بتصور؟ لانه انا درست الفاشن ديزاين بايطاليا، عملتها بميلانو، واشتغلت 6 سنين كنت الهيد اوف ديزاينرز مع زهير مراد. هلا اخذت منه وما اخذت منه، اللي ما اخذته منه هو الشاك. أوكي. ما كثير بحب الشاك، يعني بحب الفستان يكون كامل مكمل بلا الشاك، يعني الشاك اذا شيء بيكون ان اكسترا على الفستان، بس مش نساسيتي فيه يعني. ايه بقى مين اللي كرمال هيك اي جس، وانا اصلا انا بحياتي وبطبعي اي ام سمبل يعني. على كل حال زينة، يعني ما بعرف، نحن بنشوف يعني عبر كمان مواقع التواصل الاجتماعي، وبنشوف عاده بالسهرات اليوم وبالاعراس الكبيره عم نشوف كمان الكلاسيكيه طاغيه، يعني يمكن بيكون الشغل على القماش وباكسسوار معين صغير. أي. فيكون بتعمل صار اهين للمراه انه تلبس. ايه، انه بطل مثل من زمان انه خلص لازم، كان قبل عندهم الكونسبت انه لازم الفستان يكون كله مشكوك من فوق لتحت لحتى يكون فستان ثقيل، ابدا مش مزبوط هالشيء، يعني انه فيها تكون القماشه كثير ثقيله هي بحد ذاتها بلا ما تكون مشكوكه، فيك تحطي جولري هي تبرز الفستان اذا انت بتحبي هيدا الشيء يعني. يعني التاتش بدها تكون صغيره، هون عم تشوف شغل الظهر مثل ما قلتي، يعني هيك محبوك بطريقه حلوه كثير. عم نشوف هون مجموعه الفساتين السهره، شو القماش اللي بتحبيه؟ القماش اللي بتحسي انه عن جد بيظهر هلا هول مين الكولكشن الوينتر الجديده، مستعمله فيهم مين اللي اكثر شيء مستعمله فيهم التول البرودي يلي هو مثل تبعه لهيدا الفستان. أوكي. يلي هو نوع قريب من الدانتيل، بس هو دارج اكثر من الدانتيل هلا وناعم اكثر، وبمزجه على طول مع شيء ثاني. مثلا هيدا من تحت مستعمله الرزمير، الرزمير قماشه كثير بحب استعملها. بتشبه الساتان شوي؟ هي من الكاتيجوري تبع الساتان، بس هيك بتحسيها فيري رويال. اوكي. يعني فساتين الاعراس تبع الرويالتي اللي بيوروب كلهم بيستعملوا مينلي الرزمير، فانا بحبها هيك، بتعملي رويال تاتش للفستان بلا ما تكوني بطريقه ناعمه. بطريقه يعني ناعمه. هيدا من اكثر القماشات اللي بتحبي تستعملي؟ مالي بكل كولكشن بجرب استعمله. مثلا هيدا الاوبرجين كثير لون شايفينه دارج هلا هول الالوان تبع هالكولكشن هن مالي الالوان كل الدارجه بهالشتويه يلي هن البيربل، اللايم، الاوبرجين، هلا بتشوفي في جراي، في بوردو، انه انا على طول بستعمل بالكولكشن الالوان الدارجه تبع السيزون. الالوان الدافيه يعني بتتبعي الخطوط العالميه بقصص وقصص. ايه طبعا بتطلع على طول شو دارج شو مش دارج. اكثر شيء بتبع الالوان خاصه بالايفنينج كولكشنز، وبشوف مثلا اوقات مثلا هلا مثلا بطل دارج القماش المسلين الهيدي للهيدا، كله صار القماش ستيف، انه كله بدك تمشي معه حسب الموضه. فينا نحكي شوي عن هالفستان كمان اللي هو هيدا انا شايفته كثير حلو مبين. ايه مثل كله تول روبرودي، ومن تحت تول اف اف يلي هو التول السميك، وعامله كومبينيشن اوف تو كولرز، وهلا بتشوفي انه الديزاين انه من قدام كثير هيك ديسكريت، وبتبرم بتشوفي انه من ورا في تظليطه بالظهر، بس حتى يعني فيري ديسكريت. ايه. كمان ما هو انا على طول بلاقي انه حتى قد ما تزلتي من الظهر على طول اتس ديسكريت واليجنت، انه اتس نوت اوزي او شيء، عرفتي كيف؟ ومن تحت اذا بتشوفي القماشه مستعملتها القماشات السميكه منها الهدله، لانه هلا كله تقريبا هيك دارج، انه قصص ستيف مش كثير الهدل. طيب زينة، اجمالا في تام معين بيكون للكوليكسيون؟ ايه مثلا شو كان التام؟ مثلا هيدي الثيم تبعها اسمها رويال جاردنز،
يعني كل يعني مستوحيتهم كلهم من الحدائق تبع الكاسس كيف بيكونوا هيك مثل هيدا الموتيف اللي على الفستان بتحسيه مثل اذا بتطلع عن بعيد مثل كانه جنينه تبع شي قصر. اوكي. والفستان اللي قابله البوردو مثل الميز، ما هو اوقات بيكون في عندهم ميز بالهيدا، انه هيدا كان التيم تبع هيدا الكولكشن. طبعا على طول بده يكون في تيم وتابعه ترندز وتابعه كولرز سبيسيفيك لحتى تعمل الكولكشن كلها سوا. طب بينعكس هيك في مزاج معين بتكوني فيه للطلع الكولكشن عاده؟ اكيد الكولكشن غير عن القبله، ما هو بيكون حسب المود تبعك بوقتها كيف بقى بتسائب، انه حسب مبسوطه مش مبسوطه كله بينعكس بوقتها، انه كمان بيبينوا بالفساتين. وهيدا كثير حلو كمان الفستان من ورا، هيدا خرج عشاء اذا بدنا نقول او عرس كثير. ايه وهيدي بتنقام التران اللي من ورا، اذا بتشوفيها هيدي التيل النازله كلها بتنقام وبصير ميرمي دريس عادي، بتنقام وبتنحط بتحطيها وبتشيليها هيدا الترين. يعني مثل ما قلنا يعني عاده بتتبعي خطوط الموضه العالميه، بس يمكن في الوان كلاسيكيه خارج اعراس او خارج سهرات. مثلا البلاك على طول لازم يكون موجود، اتس سمثينغ كل العالم مثل هيدا الفستان الحلو كثير اللي عم نشوفه. واصلا على طول البلاك دارج يعني صافوت، يعني ما في غلطه للي بيلبس بفتكر، واللي محتاره على طول بتروح صوب البلاك يعني، واللي بتحب شويه مساحه يمكن تخبي شيء اكزاكت كمان تلبس وما بتكون غلطانه يعني، لانه على طول بلاك از ان اليجنت كلر ات اول سيزونز يعني صيف شتي شو ما كان. يعني زينا شفنا الالوان اللي استعملتيها والقماش اللي استخدمتي بمجموعه الوينتر او الشتاء، بلشتي ترسمي الكولكشن او المجموعه لصيف ربيع صيف؟ هي الكولكشن الاساسيه اللي هي فيها برايدل دريسز وايفنينج دريسز، وبطلقها شهر الجاي باول شهر الجاي يعني، هلا under construction بتكون حاضره باخر الشهر وبطلقها شهر الجاي. وفي تام معين كمان عم تفكري فيه؟ ايه في تام وشاغله على اساسه ما كثير في احكي فيه، بس في لك انه انا لابسه من واحد تام تبع الكولكشن الجديد الستارز شوي نجوم يعني، كمان شفناها كمان ترند هلا عالميه. إيه في كثير مصممين عالميين كمان استخدموا الستارز او النجوم بكثير ملابس. ختام عندي بعد دقيقة، عندك جولات بعد شو مشاريعك المقبلة غير تحضير هلا الفوكس على تحضير الكولكشن؟ هلا الفوكس على تحضير الكولكشن، بتخلص الشهر الجاي. بعد اكشلي مش كثير مقررة انه وين بدي اطلقها للكولكشن، لأنه من سنة طلقت الكولكشن بدبي، عم فكر هلا إذا بدي اطلقها بلبنان ولا أعمل شيء برات لبنان، بعدني ماني مقررة، وإذا بيوروب ولا هون بعد I'm not sure بعد. على كل حال بدنا نتمنى لك توفيق بكل خطوه بتقومي فيها. المصممه زينة كاش، شكرا لحضورك معنا باليوم على الحره، اهلا وسهلا فيك معنا.